اخباركم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. هذا فيديو جديد على القناه ديالي تحت طلب بعض البنات. صراحه كنشكركم بزاف 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 على التحفيز وعلى التشجيع ديالكم وعلى الكلام ديالكم الزوين اللي كتواصلوا معايا به، انكم تتحفزوني انني نزيد نحط مازال فيديوهات ديالي على القناه ديالي، وانكم كتجربوا اللي ماسك اللي كنحط لكم كتنال اعجابكم كتعطيكم النتيجه. انكم كتشكروني واحد الشكر الصراحه كتخجلوني بزاف، وكنتمنى ان شاء الله نبقى مازال نزيد نعطيكم ونزيد يعني نعطيكم ما تستافدوا ان شاء الله. وحتى انا بالعكس حتى انا كنستافد منكم، سختم من البنات اللي كنتلاقى بهم انهم كيقترحوا لي شي وصفات انني نحطهم على القناه ديالي، كيطلبوا مني انني نحط لهم شي وصفه. الصراحه البنات كنشكركم بزاف بزاف، كلمه الشكر قليله في حقكم، يعني بكم انا ان شاء الله غادي نمشي وبكم غادي نوصل ان شاء الله. المهم وخلنا نشكر حتى نيا، ما غاديش نوصف لكم الفرحه ديالي اللي كنفرح انني كنتلاقى بكم وكتعطوني واحد الكلمه تحفيزيه انكم تتحفزوني نزيد مازال قدام وتزيد مازال نعطيكم ان شاء الله كل ما كان اللي كان كل ما كنعرف ان شاء الله، وكل ما كنستمر انه عنده نتيجه نحط لكم ان شاء الله القناه ديالي ونتشاركوا معكم. مهم اليوم جيتكم واحد الوصفه صراحه زوينه بزاف اللي البنات طلبوها مني. هاد الوصفه البنات متداوله عندي انا في الدار، كنخدم بها بزاف 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 بزاف. صراحه يعني نتيجه هائله في اول استعمال، وسيرتو مع المداومه كيرجعوا هاد الوصفه ديال السنان كيرجعوا السنينات زوينين بزاف. راكم عارفين كتجيب لكم مكونات اللي متداوله في اي دار، يعني اي دار في هاد المراه المغربيه هاد المكونات يعني كاينه في اي دار، ما كتستغناش عليها المراه. يعني بتكاليف جد 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 يعني عاديه، يعني ما تخسروش بزاف ديال الفلوس، واصلا هاد المكونات كاينين عندنا في الدار. المهم غنطولش عليكم بزاف، غادي نمشيو للمكونات ان شاء الله كتعطي واحد النتيجه زوينه بزاف. كنتمنى انكم ان شاء الله تجربوها، ما غتندموش بزاف، ما غتندموش نهائيا عفوا. المهم غادي نبداو دابا بالمكونات، خليكم مع المكونات ومع الطريقه ان شاء الله. انتما كما كتشوفوا المكونات اللي عندنا بسيطه بزاف، كما قلت لكم قبل موجوده في كل بيت. عندنا البنات ثلاثه المكونات هنايا، عندنا غنديروا راس معلقه ديال الفاخر، غنديروا راس معلقه ديال الملح. راكم عارفين المكون يعني عارفين المنافع ديال الملح مع الفم ديالنا، كتبيض لينا الاسنان وفي نفس الوقت كتجمع لينا اللحم ديال الاسنان الا كان فيه شي يعني تكون اللثة ديالنا فيها التهابات، يعني الملح حتى هي تنفعنا بزاف على اللثة وكتعطينا واحد البياض زوين. والفاخر حتى هو راه غني عن التعريف مع السنان انه كيبيض السنان. هذا البنات انا كنت كنستعملو غير بوحدو، كنت كنشد فاخره صغيره تنحك بها سناني مزيان، عرفتي كيخرجوا بيضين بزاف، عاده كندير فوقو السينيال. المهم هاد الوصفه ان شاء الله كنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم، ومن غير انها دونتيفريز ضروري السينيال ديالك، اي سينيال كديري تستعمليه انت في المنزل ديالك كتخدمي به. نبداو على بركه الله مع الطريقه. كنشدو كما قلت لكم راس معلقه ديال الفاخر، مع راس معلقة ديال الملح بهذه الطريقة هذي هكا خلطو على حساب أشخاص اللي غيحكو بهم غيحكو السنان. كما كتشوفو هنايا غنديرو السينيال،
غنمزجوهم مع بعضياتهم ثلاثة المكونات بالطريقة هذه. هاكا البنات هانتوما شتو معايا البنات الخليط هاهو تمزج مع بعضياتو. كتشدو البنات هاد الخليط بالطريقة هادي بهذه الطريقة. كتاخدو شيتة الأسنان ديالكم كتهزو بهذه الطريقة هكا كتهزو هاد الشيتة بحال هكا وكتحكو بها الأسنان ديالكم. أنا نوريكم الطريقة دابا ما غنديرش ولكن نوريكم الطريقة كيفاش تستعملوها. كما قلت لكم ملي كنخلطوا المكونات كتهزوا بحال هكا في الشيته ديالكم حتى كيفاش الطريقه باش تخدموا بها الاسنان ديالكم. كتشدوا الشيته بحال هكا كتخشيوها بحال هكا في الفك الفوقاني كتبدوا على شكل دائري هكا بالطريقه هذه حتى الكركر البنات كيحيد لينا بهذه الطريقه هذه. كتحكوا مزيان دقيقه اولا جوج دقائق في الفك الفوقاني ومن طون فوق الفك التحتاني حتى هو كتخشيو الشيته بهذه الطريقه هذه كتبدا تحكوا فيها بشكل دائري هكا. يعني كما قلت لكم الملفه ديال الملح كتجمع لنا اللثه ديالنا الا كانت فيها شي ضرر ولا شي حاجه والفاخر كيعطينا واحد البياض ناصع انا سنانا بحال شكل هوليود سمايل. كنتمنى ان شاء الله هاد الطريقه هذه تجربوها وغاليه تعجبكم. يعني انا متاكده 100% حيت هذه الطريقه ناجحه 100% يعني 100% انها تعطي واحد البياض ديالنا في السنان ديالنا. ملي تكملوا بهذه الطريقه تغسلوا فوامكم البنات يعني ديروا شي 2 دقائق ولا 3 دقائق بها تغسلوا فوامكم ومنطون تشدوا السينيال ثاني تعاودوا ديروا في الشتاء واحد شويه وتديروا واحد دقيقه تغسلوا حتى هو سنانك بهذه الطريقه كما قلت لكم صافي تشلوا فوام ديالكم وغتشوفوا النتيجه ونوريكم النتيجه ديالي انا. انتما كما كتشوفوا البنات ديجا انا حكيتهم قبل ما نبدا في الفيديو كما كتشوفوا كيعطيو واحد البياض زوين للسنان ديالنا. كنتمنى ان شاء الله الوصفه تنال اعجابكم وتجربوا ان شاء الله وتخليوا لي في كل كومونتير كيف جاتكم الوصفه. صراحه انا متاكده انكم اللي غتجربوها غتعجبكم بزاف 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 حيت كتعطي نتيجة في اول استعمال ديالها. كنتمنى لكم ان شاء الله فرجه ممتعه وكنتمنى ان شاء الله الفيديو حتى هو ينال اعجابكم والبنات اللي طلبونا عليه حتى هو يدخلوا يشوفوه وينال اعجابهم وانهم يجربوا الوصفه غادي تبهرهم صراحه من اول استعمال. مهم كنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق وكنتمنى ان شاء الله ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم زوينين وبالتحفيز ديالكم اللي مخليني ديما انا حل الفيديو وانا فرحانه باش نقدم لكم شي وصفه حيت ضيجه كتقولوا لي يعني تتحفزوني بكلامكم زوين. مهم ما تخيطش بكم ونخليكم دابا. السلام عليكم.